أيها الآب يسوع، يا من في ليلة إقبالك على الموت من أجلنا صليت لكي يكون تلاميذك بأجمعهم واحدا، كما أن الآب فيك وأنت فيه، اجعلنا أن نشعر بعدم أمانتنا ونتألم لانقسامنا. أعطنا صدقا فنعرف حقيقتنا، وشجاعة فنطرح عنا ما يكمن فينا من لا مبالاة وريبة ومن عداء متبادل. وامنحنا يا رب أن نجتمع كلنا فيك فتصعد قلوبنا وأفواهنا بلا انقطاع صلاتك من أجل وحدة المسيحيين كما تريدها أنت وبالسبل التي تريد، ولنجد فيك أيها المحبة الكاملة الطريق الذي يقود إلى الوحدة في الطاعة لمحبتك وحقك. آمين.